انا عاوز اوجه سؤال للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، ليه هو عاوز ياخد الرئاسه وليه الاخوان فشلوا؟ ايه تقييمك للاستاذ اخيرا، وهل قراته وهل شفته بنوده وهل عرفت ان دوت في اجزاء كتيره من الدستور بمصلحه الشعب وبناء الشعب المصري وبناء الامه؟ ايام الاحداث وايام العالم اللي كانت بتموت وتروح المشرحه وهنا وهنا، والفريق السيسي طلب منه وطلب منهم كلك مصالحه وطنيه واستفتى، رفضوا. كانوا فين الناس دمت؟ انا عاوز اسال الدكتور عم منعم ابو الفتوح، هل اللي انت تصلح اللي انت تمسك مصر؟ هناخد السؤال بتاع الدستور، المشاهد الكريم او احد ابناء الشعب اللي بيسالك هل حضرتك قريت الدستور ولماذا انت طلبت مناصرينك ومحاسبينك والشعب المصري ان يقول لا؟ طبيعي لازم الواحد يكون قرا الدستور، مش ولا واحد يعني مهتم بالشان العام والسياسه زي حالاتنا، بل بالعكس احنا كنا مشتبكين مع الدستور من اول يوم، اول المسوده ما تبدا الى ان تحولت الجمعيه او لجنه الخمسين الى جمعيه سريه لا تريد حتى ان تعطي مسودات الدستور للخمسين الاحتياطي، بل منعتهم عن الحضور الحقيقه، وده كانت حاجه من حاجة غرائب هذه اللجنه ان تتحول لجمعيه سريه بتخبي ايضا من غرائب هذه الجمعيه انها لم تدير حوار مجتمعي. اللي كان بيحصل في دستور 2012 اللي احنا رفضناه، لان البعض برضك الاعلام طالع يقول احنا رفضنا دستور 2012. ليه رفضنا الدستور ده اللي هو بتاع 2013؟ من اول ما بدات الجمعيه احنا ارسلنا راينا في تعديلات، لان ده كان تعديل دستور ما كانش دستور جديد، حسب الاعلان الدستوري قالوا هنعمل تعديل. ارسلنا راينا اللي كنا عاملينه من يوم دستور 2012، الاسباب اللي خلتنا نعترض على دستور 2012 كانت اسباب موضوعيه، ارسلناها لجنه العشرة اول ما اتشكلت. لا ده اللي بنرى ان يعدل في الدستور. اخذ باي منها؟ لم يؤخذ باي منها. طب اهم حاجه فيها ايه؟ يعني ايه اللي بيخليه مختلف؟ كان في موضوعين مهمين الحقيقه ازدادوا سوءا في الدستور الجديد. الموضوع الاولاني موضوع العداله الاجتماعيه والضمان الاجتماعي، ازدادوا سوءا. احنا بنرى في قضيه التعليم ان التعليم الالزامي حق لكل مواطن مصري على الدوله تعمله. يبدو ان الاستاذ عمرو موسى استخدم مهاراته في الصياغات وعمل موضوع التعليم ما ان الدوله ملتزمه بالتعليم المجاني في المؤسسات والمعاهد التابعه لها. في فارق ان تكون الدوله ملتزمه بالمعاهد التابعه لها وانها تكون ملتزمه مطلقا بالتعليم المجاني. استاذ عمرو في النهايه هو صوت واحد في النهايه. ما انا بقول يبدو انا كنت لا ما هو في تصويت، ما هي اللجنه المسؤوله، انا ما بقولش هو المسؤول، انا عارف قلت ان ما فيش حوار مجتمعي. انا كنت بفتح قناه اسمها قناه صوت الشعب. كان بتجيب كتير من اللجان، بيجيبوا ناس من قطاعات لا لم يحدث حوار مجتمعي. لا يا فندم ده ظهر حضرتك حوار مجتمعي يا استاذ عماد. حوار مجتمعي يتم، كان مفروض الترتيب حوار مجتمعي، مش ان احنا يتنقل لنا اللي جوه ده ما اتنقلش. لا بتاع صوت الشعب ده حضرتك بتتكلم على ايام الدستور اللي فات، كان بتكلم على الدستور ده، لكن الدستور دوت كانت بتجيب اللجان، اللجان دي بتناقش لما الماده بقت معدله والدستور خلص، مفروض كان ياخد وقت للحوار. طب بس حضرتك اقول لحضرتك حاجه، فضل. نمره واحد، حصل حوار مع مجموعات من الكنيسه القبطيه جم في مجلس الشورى، مع مجموعات من الازهر، مع الاعلاميين، مع المثقفين كتير من، وكانت جلسه كبيره جدا بتاعه الثقافه، وكان حضر حوالي 150 واحد من النخبه المثقفه، مع القضاء، الاستاذ عمرو موسى. انا بتكلم على حوار مجتمعي مش حوار نخب. حضرتك الدستور خلص يا استاذ عماد يوم كذا، المسوده النهائيه اللي هتعرض على الاستفتاء دير عليها حوار مع المجتمع، ناس انزل مع الاحزاب، انزل قابل الناس، الناس المصريين، ما تدعيش نخب انت دعيها ومختارها، بالذات بدليل ان احنا مثلا لا بندعى. هو احنا مش من مصريين ولا ايه؟ يعني هنا يعني اروح اسقف لك واطبل لك يا اما ما بقاش مصري؟ ايه انزل حاور على الدستور، ادي له فرصه الناس تقول رايها وتسمع ارائها. وانا قلت لحضرتك احنا مشتبكين مع اعتراضنا على الطريقه اللي تم بها التعديل، وان لجنه معينه حيث ان تعيين لجان عمل دستور انتهى من 58 في اخر دستور لشارل دي جول في الدول اللي بتحترم الديمقراطيه، وان لجان تعديل الدستور او عمل دساتير جديده يجب ان تكون منتخب. ومع ذلك قلنا مع اعتراضنا هذا احنا مش هنغيب عن المشهد، نشتبك معاه، وبعتنا تعديلاتنا التي لم يؤخذ. فاحنا عشان كده بنقول دي السياق العام اللي بيتم فيه تعديل الدستور. الدستور وثيقه يجب ان تنتج عن حاله توافق. فنفس الإشكالية اللي تم فيها دستور
2012 ان كان في انقسام وفي عدم توافق، اتعمل الدستور في ظل هذه الحاله وكان ده سبب اعتراضنا على الدستور. فحضرتك شايف ان الدستور نفس الدستور ده بيتم في نفس الوضع، طب حاله انقسام طب وعدم توافق طب بيتعمل دستور. طب عندنا وكانك خدت الدستور اللي فرضوا علينا تنظيم الاخوان تنظيمه ورفضناه، وبتعمل دستور جبهه الانقاذ بتعمله وتفرضه علينا نفس من النص ده. مش النص ده، لا حضرتك انا ما بقولش ربنا يهديك. لا 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 لا, لا النص ده غير النص ده جدا جدا ويهدي الناس جميعا. ده واحد ده واحد. انا ما بقولش النص ده، انا بقول نفس الاسلوب اللي كان ان فرض اتعمل دستور في ظل حاله انقسام وعدم توافق واتعمل ده في نفس الحاله. لكن حيث انه قد خرج كذلك لما قريته في متنه ده، انت عندك اعتراضين رئيسيين ليه؟ دعيت الناس الا انهم افرض ان الناس حضرتك انا هكمل اهو. لا سمعت كلامك، لا انا همشي معك في المنطق، لا انا هريحك ان كلامك. لا لازم اقول اسباب اعتراضي عشان الاستاذة لميس ما تطلعش في البرنامج شهر بينا. لا لا ارجوك وتقول كلام مش مظبوط. ارجوك وانا في السي بي سي كويس على راسي، الاستاذة لميس على راسي من فوق وعلى راسنا كلنا كويس، واحنا ما ينفعش انه يبقى في زميل او زميلة مش موجودين ما يقدرش هو يشرح وجهة نظر. فحضرتك بس خليني معك. حضرتك قلت لا ده الكلام ده فروكو عليك كنت تقوله كويس. انا لما ذكرتنا وجابت سيرتنا في المؤتمر الصحفي لم تكلف نفسها ان تتصل بحد من الحزب يرد على اللي قالته. حضرتك طلع بيان ورد، طلعنا بيان ورضينا كويس. نمره واحد حضرتك قلت عشان العداله الاجتماعيه، نمره اثنين قلت انه ما فيهوش حوار مجتمعي. دول السببين الرئيسيين اللي حضرتك قلت معترض عليهم. لا لا انا بقول على الاسباب الموضوعيه. الموضوعيه في اسباب حضرتك، مساله تشكيل اللجنه، السياق اللي بيتعمل في الدستور اللي فيه عدم توافق، عدم اجراء حوار مجتمعي. ده الموضوعية بقى، الاعتراض الموضوع على الدستور عدة أشياء. غياب قضايا العدالة الاجتماعية وضعها بنصوص مطاطة. أيوة فهم. احنا في بلد في 40% تحت حد الفقر، في 60% فقراء او 50% أي كانت الناس. طب لما يضاعف ميزانية الصحة ده مش عدالة اجتماعية؟ لا ما حاول حضرتك ما هو ده. على مستوى الصحة عدم وجود نصوص حاسمة في مسألة التزام الدولة بعلاج المواطنين، مفيش نص حاسم. هذا مكتوب تتعهد الدولة يا سيدي. أنا راجل قانون التأمين الصحي وتتعهد الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح وبسعر فيه ربح ده وأنه مفيش مريض يروح مستشفى، وحضرتك طبيب وعارف، ودي أول مرة ينص فيها أنه يتعالج. أنا عارف الكلام ده، حتى لو كان طيب فن والنصوص هطلعها حضرتك طيب. وإحنا حطينا 50 اعتراض على 50 نص في الدستور. انا بقول اهمها قضايا العداله الاجتماعيه وموضوع بصياغات مطاطه غير واضحه في قضيه التعليم. لما يقول ان 3% من موازنه الدوله، وان كان صاغها غلط، قال من الايرادات بتاع الدوله، ده معناه كل الفلوس بتاع الميزانيه تروح للتعليم والصحه، وده مش وارد، بس هو الصياغه كانت غلط. لما يبقى 3% هذا توجيه للمشرع خاطئ، لان 3% اصلا هي اللي موجوده دلوقتي وهي لا تكفي الرعايه الصحيه. ولما يقول 4% للتعليم ده توجيه للمشرع خاطئ، لان اللي موجود دلوقتي 4% صحيح، وقال تزاد بعد كده، صحيح تزاد بعد كده ومعمول لها جدول. لكن يجب جدول لا مش معمول جدول. لا يا فندم لا في لا يا سيدي ايوه فندم في ملحق صادر عن وزير الماليه وزير الاستثمار بيقولوا ان ده هيمشي ان بروبورشن لحد سنه 2018 عشان يقدروا يدبروا. انا اتمنى ان يحدث هذا، اصلا انا بتكلم على الدستور يعني. لا ما بقولش على الملحق اللي عمله وزير الماليه ولا غيره. لا ما عشان تدبير الموارد يا فندم، انا عارف بتكلم على تتعهد الدوله. لكن هي 3 و4 قليل اصلا. ايوه فندم، بس لما يكونوا 30 ويبقوا 60 مليار واخبال حضرتك، هذه طفره كبرى. ليس كل ما يعني الصحيح ان هم هيبقوا كده، هم مش هيبقوا كده، ده هو المسألة ديت محطوطة على أن تتم كذا 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 في المستقبل. طب أنا هفترض أنك فقضايا العدالة الاجتماعية عشان أكمل بعد إذنك، ليه إحنا بنعترض على الدستور؟ مش هدفنا نعترض وخلاص. طيب. هذه القضايا في التعليم وفي الصحة وفيما يخص الزراعة والفلاحين وحاجات في تفصيل. طيب. وإحنا كاتبين وأرسلنا هذه الاعتراضات كلها قبل صدور هذه المسودة. لما المسودة تسربت وكأننا بنتعامل مع مش دستور للمجتمع إلينا، قلنا برضك مع هذا هنتعامل معاه، وبعتنا هذه الاعتراضات الخمسين بعتناها للجنة. ولكن لما السبب الآخر غير قضايا العدالة الاجتماعية هو مسألة الوصاية العسكرية، محاكمة المدنيين أمام قضاء عسكري، هذا خطر على الوطن وخطر على المؤسسة. أنت بتضع المؤسسة العسكرية في اشتباك يا مع دكتور بالذات إطلاق الجملة هكذا هكذا، وخبالك زي ما بيقولوا بالإنجليزية misleading. ده انا هشرحها مضلل. لا هقول لحضرتك، لا انا هكمل اهو، انا هسالك سؤال. هسالك سؤال اتفضل. حضرتك اكيد مطلع على كتير من دساتير او قوانين العالم. صحيح.
حينما يتم الاعتداء على جندي أو ضابط أثناء تأديته مهمته، حينما يتم الاشتباك أو الاعتداء على مركبة أو على منشأة عسكرية، ما هي الجهة في أهم دستور ديمقراطي في العالم، ما هي الجهة التي ينط بها محاكمة هذا الشخص؟ انت بتقول في أهم دستور في كل دساتير العالم القضاء المدني حكم. لا يا فندم، لا دكتور، صحيح. لا يا فندم الدكتور الدستور لا 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 قضاء عسكري. أنا حضرتك ما تقدرش تعتدي على عسكري. أنت لما تعتدي على 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 منشأة مارينز في الولايات المتحدة أنت تحاكم كمدني أمام أمام محكمة عسكرية. حضرتك، أنا حضرتك بقول لك كلام وأنا بتحدى اللي يقول لي غير كده بالنص. حضرتك بعد إذنك، في فارق بين الجرائم التي ترتكب داخل المؤسسات العسكرية داخلها أو بين أفرادها وبعضهم، ده بيحل مجلس عسكري. أنا غير معترف بوجود بحاجة شيء اسمه قضاء عسكري أصلا. لا يوجد شيء في العالم اسمه قضاء عسكري يا أستاذ. إزاي يا فندم؟ لا يوجد، يوجد مجلس عسكري. مجلس بعد إذنك بس أكمل الشرح. طيب اتفضل. أنا لن، أنا مش حساير حد. طيب. أو مش حساير مش مطلوب منك إن حساير حد. فضل. حضرتك لا يوجد في العالم الديمقراطي المتقدم، دعك من النظم المستبدة، فيها مصايب أكتر من كده، وبيرتكبها في النظم المستبدة قضاء مدني كمان مش قضاء عسكري، وأحيانا يكون ما يسمى بالقضاء العسكري أحسن من القضاء. يعني أنا المدني. لو في النظم المستبدة أنا لو مدني اعتديت، ما هسألك أهو يا سيدي عشان تشرح لنا. أنا لو مدني، أنا لو مدني واعتديت على مركبة عسكرية بتاعت مارينز في أمريكا، هروح لمين؟ هتروح لقضاء المدني. ليه. مش كده بس يعني، انا طب نتراهن. نتراهن واذا طلعت غلط هطلع اعتذر. ماشي خلاص اعتذر. وانا اعتذر انا لو انا خلاص هقول لحضرتك، لان لا يوجد ما يسمى بالقضاء العسكري اصلا في العالم المتمدن. في يوجد ايه رايك بس اديني فرصه، لان انا بقول لحضرتك انت يعني يبدو الحب والصداقه اللي بينا بتديك فرصه نتقاطعي النهارده كتير. طيب. وانا سعيد بهذه المقاطعات كلها. انا متاسف واعتذر. لا العفو، وعدك ان انا مش هعمل كده تاني. لا العفو، اتمرن ان انا ابقى كويس. لا لا انت يعني سيد الكل. العفو سيد. اتفضل. انا اقول لحضرتك لا يوجد في العالم المتمدن ما يسمى بالقضاء العسكري. في حاجه اسمها مجلس عسكري. ضابط سرق سلاح لما مؤاخذه من كتيبته، ضابط اعتدى على زميله، عسكري اعتدى على زميله، حصل اعتداء من ده بين العسكريين وبعضهم، بين العسكريين وبعضهم، يحال خالف اوامر قيادته، كل دي جرائم عسكريه بتحل مجلس عسكري مش قضاء عسكري، مجلس عسكري يحاسبه طبقا لقواعد القانون العسكري. اما فيما عدا ذلك اي مدني لا يحاكم امام قضاء عسكري. تقول لي ارتكب جريمه ايا كانت، كل اللي بتحكيه ده حضرتك يروح للقضاء المدني. ده يا سيدي العالم لا يعترف باحكام القضاء العسكري على المدنيين اصلا، لا يعترف بيها. طب انا بتحدى يطلع حكم قضاء عسكري لاي واحد ارتكب جريمه ويروح في اي حته، لن يعترفوا. امال جوانتانامو ده ايه يا فندم؟ جوانتانامو دي جريمه امريكيه. طب الله انت ايه طب استنى حضرتك. انت اللي جبت المثل. لو ان القضاء العسكري ده قضاء طبيعي في امريكا، لماذا لم يحاكم الذين لماذا لم تنقل جوانتانامو في امريكا نفسها؟ ما قدروش. عارف ليه عملوها في جوانتانامو؟ لان ما عندهمش قضاء عسكري. لا فعملوها بره. لا عشان عشان كده. عشان حقوق السجين. عشان يحقوق ايه علاقه حقوق السجين؟ لانه السجين بيعامل بشكل تعسفي في هذه الجزيره، لكن جوه امريكا هناك حقوق للسجين ينظمها حتى القضاء العسكري والقانون العسكري. يعني اذا المعامله اللي تمت معاه في جوانتانامو معامله استثنائيه. طبعا طبعا، خروجا عن النظام. خروجا. طيب حضرتك وعشان كده، عشان كده بتوع جوانتانامو في واحد منهم او اتنين اللي هو اسمه مش عارف شيخ ايه ولا حد، لما نقلوه لامريكا تعرض على قضاء ايه؟ مدني مش عسكري. لا لان كان لما فيش قضاء عسكري يعرض عليه مدني. لا لانه كانت التهمه دي ليس فيها اعتداء، التهمه بالذات اللي راح لها دي ما كانش فيها اعتداء على مؤسسه. ده هي التهم كلها المؤنة. لا هو بتوع جوانتانامو هو كانت لا كده. لا هو كان عنده سبع تهم. الواحدة اللي هو رايح فيها دي قصة تانية خالص، قصة تانية عموما. عشان بس السؤال. طيب. السؤال. أنا افرض الناس، افرض الناس. لا ما انا هريحك، انا هفترض جدلا ان كل اللي حضرتك قلته صح. ما انا هكمل اهو. لا وخرجت الى الشعب المصري وقلت لهم يا جماعة صوتوا بلا. ما هقول لحضرتك. لا والناس صوتت بلا، امشي معايا بس. لا بس أكمل. انا بختصر لك. انا هقول لك على دي كمان. طيب. فحضرتك البعض بيقول ان هو عشان عدد من المواد في الدستور سيئة زي اللي انا بقولها دي، نقول للدستور لا. طب ما ده اللي عملناه مع دستور الرئيس مرسي. ده حقك في الحالتين. ان هو عدد، وده لا ينفي لا في دستور 2012 ولا في دستور 2013، وكود مواد رائعة. مواد الحريات في دستور 2012
و2013 ودستور 71 بتاع اللي حكم بيه الرئيس مبارك كلها مواد رائعة في الحريات. لكن ماذا فعل بها الرئيس مبارك وماذا فعل النظام الحالي وماذا فعل بها نظام مرسي هذه المواد الرائعة؟ سؤال للأسف الشديد سؤال لم يحترم. سؤال مهم لم يحترم. في سؤال بقى تيجي بقى حضرتك بتقول لا ده اللي الدولة اللي تقوله لنا ده هو الدولة دلوقتي شغالة بجهاز إعلام بالدعاية ان يا تقول نعم يا تقول نعم. طب ما حدش مسؤولين ماذا لو كان نتيجة الاستفتاء لا مش الدولة اللي دعيانا للاستفتاء كمواطنين ونتائج الاستفتاء الطبيعية يا اما لا يا اما نعم ما قالت لناش لو حصل لا لا السؤال انت حضرتك بتسأل انا السؤال اللي اتسأل للاستاذ عمرو موسى وجاوب عليه يا فندم لا بس حرجع جاوب عليه قال ايه ايه قال ايه قال 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 هو هتشكل لجنة يا فندم وقال لكنه يعتقد هو الاستاذ عمرو موسى لمؤاخذة الراجل تم رأس لجنة مشكورا وهو صديق عزيز للجنة انتهت بعمل الدستور فلم يكن له اي صفة في هذا السؤال لكن يقول رأيه اه ماشي زي ما حضرتك طيب. وانا وكلنا نقول رأي لكن الدولة المسؤولة الذي اصدر الرئيس الذي اصدر على الدستور بتشكيل هذه اللجنة وتعينها كان مفروض يقول لنا وهي دستور معطل وان اللجنه حينما شكلت بالعدل الدستوري لجنه تعديل دستور معنى تعديل دستور 2012 هل عارف المعنى القانوني بقى البحث اللي المساله ايه ان لو دستور 2013 اتقال عنه لا يرجع الدستور الاصلي مش انتوا بتستفتون على تعديله ده الدوله نفسها اللي بتقول كده طب اذا ان احنا رفضنا التعديلات جدلا يعني او حصل ده اذا معناه ان دستور 2012 طيب. يعني الدوله بتدعينا مش 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 بس مش الاستفتاء مش الاستفتاء ده في احتكام للناس اه جدا ما احنا عشان كده معاه احنا كويس. احنا ليه بنقول قلنا لا كويس. واحنا ضد المقاطعه بتقول ايه بقى لان ده اشتباك مع الناس بتقول ايه انا كان عندي هنا يوم الثلاث زي النهارده رفيق النضال وصديقك الاستاذ حمدين صباحي قال ان احنا نتوقف عن الحوار مع الدكتور منعم أبو الفتوح لأنه دعا بالتصويت لا على الدستور واللي هو ده أحد علامات خارطة الطريق اللي احنا ارتضيناها في ثورة 30 يونيو هو يقول لي يقوله ده رأيه انت بتسألني عليه عشان اقول ايه يعني هو ده رأيه اللي انا مختلف معاه فيه لا انا بحاول اوقع بينكم هو بيقول اه لا لا تحاول توقع بينا بحاول اوقع بينكم بس اولا هو يقول ثورة 30 ليست هذه ثورة هذه موجة ثورية استكمال لثورة 25 يناير هو يعني يقول للدستور نعم انا اقول له لا انا اقول نعم هو يقول لا دي مسائل كلها يعني ما هو محل يعني ايه محل التساؤل تم هو راجل ثوري برضه يا فندم وبيقول له بيقول لان الاصح وانا خونت اللي بيقوله نعم هو انا لما رفضت دستور 2012 اللي قاله نعم ليه احترمت نتيجته وقلت رغم ان انا رفض لهذا الدستور بعد ما بانت النتيجه باعتبار ان كل المسائل الادائيه في هذا الدستور تمت بطريقه سليمه انا بحترم الاراده الشعبيه اللي جابت بهذا الدستور طيب. وبالتالي احنا ما يخرج اي دستور باراده شعبيه عشان كده احنا قلنا بنقول لا بضمانات بضمانات تسعة ضمانات وارسلناها امس للجنه لجنه الاشراف على الاستفتاء طب كويس بشكل رسمي ان في تسعة ضمانات اعلناهم في المؤتمر الصحفي حتى تكون نتيجه هذا الاستفتاء معبره حقيقه عن الشعب حضرتك ممكن تديني كوبي منها التسع ضمانات دي وانا قاعدك ان انا كرجل بحترم جدا حريه هي حضرتك حابب اقولها ارسلناها للسيد رئيس اللجنه اول فرصه وهذه هي الضمانات اللي طلبناها لماذا حاضر لان احنا نريد ان البلد تمشي يعني صحيح يا مرسي قال وقول نعم قول نعم للدستور فالعجله تدور واضح ان الأمة بتوع اليام دي برضك بيقولوا كده قول نعم للدستور عشان العجله تدور هي العجله تدور لما يكون عندنا اراده حقيقيه لاحترام القانون والحريات وحقوق الانسان العجله تدور والتعامل مع ابناء العجله تدور بالنسبه لما اطلع استراحه اعلانيه واتركك تفكر في السؤال هترشح نفسك في انتخابات الرئاسه المقبله والسؤال هترشح اذا كان الفريق او عبد الفتاح السيسي هرشح نفسه ولا لا نذهب الى استراحة ثم نستمع إلى إجابات الدكتور عمرو منعم على هذه الأسئلة المهمة.